السلام عليكم، اهلين فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم ما راح اتكلم عن ابل، ما عندي شرح يعني. اليوم راح اتكلم معاكم عن اللي وعدتكم فيه قبل تقريبا شهر بالضبط، لانه كان قبل رمضان 3 أيام أو 4 أيام. اللي وعدتكم انه بنروح محل ابل، بنخش ونسوي لايف ابل ستور، وما قدرت اسويه ذيك الفتره واعتذرت لكم ذيك الفتره. فالحين ان شاء الله راح اسويها لكم، وبرضه كل عام وانتم بخير. لان اليوم اول يوم بالنسبه لنا، الحين راجع من الدوام، باقي يومين واجز او اعطل على حسب اللهجه. فاذا عطلت او اجز او خلص الدوام تكون عندي اجازه 3 أيام. هو مو 3 أيام، لان المدرس نخلص نختبر فاينل، نخلص نرجع البيت في بروجكت نسويه ونرفعه. البروجكت هذا ما عطينا مهله يوم كامل، فلو هذا اليوم ينحسب فراح يكون عندي يطلع يومين. اذا اليوم ما ينحسب فعندي 3 أيام. المهم رجع البيت الحين، باخذ لي غيلوله بجلس اذاكر، لان بكره فاينل عندي. فبعد ما اخلص الفاينل الى الان مو متاكد يعني. طبعا اذا رفعت الفيديو راح اكون في الطريق، انا رايح للسبوكان وبروح هناك محل ابل، وبجلس لي زي ما قلت لكم يوم الى يومين، بروح بقى العربية وبعدين برجع يبدا الدوام السمر الثاني. فاذا شفتوا الفيديو ارتفع في اليوتيوب، هذا اللي تشوفونه الحين ارفع انا في الطريق ماشي. فاذا وصلت هذه المشكله، انا عندي شنو المشكله الاولى، ان الغنى الى الان ما وصلت الحد المطلوب. طبعا اول حد كنا نبقي 4500، الحين تقريبا قربت ل 4500. حلو، متفائل انه وصلت ال 10000. اقدر ارفع لكم فيديوهات ذي، او يصير نفس سناب شات، اقدر ارفع لكم ستوري في اليوتيوب نفسه، فما احتاج اني ارفع لكم بوست واحطه لكم، لان البعض ما يشوف البوستات حقتي اللي احطها في اليوتيوب. فاتمنى كل شخص يشترك في القناه. لا اشترك في القناه مكان الاشتراكات عندك، تشوف احيانا احط كلام، انا احط صور، فبتكلم معاكم هناك، بنشوف الوقت المناسب اللي نروح فيه ابل ستور. طبعا راح يكون الصباح، من الصباح يقولون من الساعه 9 الصباح الى الساعه 1-2 الظهر عندنا. مثلا اذا كنت رحت الساعه 12 الظهر، فيعتبر عندكم، مع انه في سبوكان فيختلف الوقت من هنا لهناك، فهناك 12 الظهر يعتبر عندكم 10 المساء. فاذا رحت مثلا 1 الظهر هناك، راح يكون عندكم 11 بالليل. فراح يكون ذي الوقت من 9 الليل عندكم لين 12 بالليل، هذا الوقت اللي راح اسوي لايف فيه. لكن اليوم ما بعد احدده، فراح يكون مثلا السبت او الاحد، يوم من هاليومين ذي. متى بحدده؟ ما راح ارفع فيديو عشان احدده، فراح اكتب مثل ما قلت لكم بوست في الاشتراكات وتشوفونه. اذا شفتوا الفيديو ده اعرفوا ان البوست راح يكون في نفس اليوم اللي بتشوفوا الفيديو، فانتظروني ونفتح لايف معاكم. مثل ما قلت لكم ابل ستور اول مره تقريبا افتح لايف في ابل ستور، لكن مو اول مره اصلا اروح ابل ستور. رحت ابل ستور لان اب ستور يعني متجر البرامج اللي في الجوال، اب اللي هو الاب ستور او متجر البرامج، اما ابل ستور متجر ابل اللي هو الرسمي اللي تروح يعني تشتري من اغراض. ففي امريكا رحت ابل ستور اللي في سبوكان كثير، اللي في واشنطن، رحت اللي في سياتل، رحت اللي في اوريغون، رحت اللي في لاس فيغاس. لاس فيغاس تقريبا اول واحد رحته في 2013، رحت اللي في لوس انجلوس افضل واحد رحته، وصورت لكم فيديو برضه موجود في القناه لو تخشون في القناه، وانه بحطه في الوسط تحت. طلعت من لوس انجلوس رحت سان فرانسيسكو اللي هو متجر ابل الرسمي، رحت القديم ورحت الجديد اللي زي الكوكب او شيء الدائري ذا، رحتهم اثنينهم. سويت فيديو اصلا بذيك الفتره، كنت بس اتشقل على فلوجات، ما كنت اتكلم عن ابل، فحط لكم في الوسط تحت تقدرون تخشون وتشوفون الاشياء اللي شريتها اصلا هناك. لان متجر ابل الرسمي اللي هناك اللي في سان فرانسيسكو ما يبيع بس اجهزه ابل، يبيع ملابس حق ابل، سكرت اتوقع تشوفون بعض الملابس اللي عندي عليها علامات ابل، فهذه موجوده من عنده. يبيع اغلام برضو، شريت عندي اغلام برضو، شريت لي كذا بدله، شريت حق بنتي برضو، وفي ماج يبيعون برضو، شريت لي الماج موجود عندي. شو اللي باقي برضو؟ يبيعون باجز العاديه ذي برضو على عليها علامات ابل، يبيعون كروت اللي هي الزنجفه تقريبا يسمونها، الورق، يبيعون انواع كثيره يعني، يبون العاب برضو عليهم ستيكر ابل. فاللي بيشوف الفيديو موجود في الوسط تحت، ضغط عليه وشوفوه. وبس مثل ما قلت لكم، اذا شفتوا الفيديو انتظروني بحط بوست عشان الوقت المناسب اللي نطلع فيه لايف. والسلام عليكم.